جدا في شكل وطريقه لعب النادي الاهلي في حته اللي هو الوان تو والنقله من باص يعني اول ما بيخش نص ملعب الخصم تحس ان ايه الباص يعني يعني الحركه بالكوره والتحرك من غير كوره والجمل التكتيكيه من خلال الاطراف ومن خلال العمق بقت بشراسه يعني النادي الاهلي بقى بيجيب جوال من على الاطراف وبيجيب جوال من العمق في جمل تكتيكيه بتحس انك انت الجمله التكتيكيه اللي احنا بنتكلم عليها بيشترك فيها واحد واثنين وثلاثه. فديت بدات في الاربع مرات اللي فاتت بدانا نرجع بقى تاني للشكل اللي احنا ناهينا عليه مع حسام البدري بصراحه يعني. بدا الراجل بقى بيعرف عجبني هنا يا كابتن حاجه انك بتدي للكابتن حسام البدري حقه. ودي حقيقة. قطاع كبير من الجمهور النهارده بيتعامل مع الكابتن حسام البدري على انه خاين. معلش هو جمهور النادي الاهلي يعني حساس يا ابو معاطي بشكل كبير جدا لان احنا بنتكلم على شخصيه حسام والشخصيه الفنيه اللي اضافها للنادي الاهلي في بدايه الدور الثاني يعني شفنا فيها سرعه في الاداء وشفنا فيها يعني حاجات كده قريبه من الكره الاوروبيه الكره العالميه. حصل تطوير بشكل كبير في منتاليتي وعقليه اللعيب الاهلاوي في حته التفكير قبل كوره التفكير اللي بعد كوره المساعده الكثافه العدديه اللي داخل الصندوق اللي بيتكلم عليها ايمن ان النادي الزمالك محتاجها الفتره اللي جايه النادي الاهلي عاش فيها بشكل كبير جدا السنه اللي فاتت وتحس ان جوه النادي الاهلي جوه ال 18 تلاقي حوالي يمكن اكتر من 6 7 لعيبه موجود لابسين احمر بكثافه عدديه جوه كل منطقه جزاء خصم بيسجلنا اهداف طبعا بشكل مميز وبشكل تكتيكي متدربين عليه. بقالنا اربع مباريات النادي الاهلي واصل للمرحله دي. تحس ان في جمل تكتيكيه في هضم كمان بفكر الراجل بيتدربوا عليها وبيقدروا ينفذوها يمكن ياسر عاش الاجواء ديت ان احنا التكتيك عندنا صعب قوي. نتيجة ان من القاعدة احنا ما بنعرفش يعني ايه تكتيك. ايوه. فعشان كده المدربين الاجانب لما بييجوا بيتعبوا جدا مع الفرق بتاعتنا المصرية بياخدوا وقت مهم جدا بياخدوا مساحة ان لعيبة مستوى يعتبر بروفيشنال مهمة جدا. كابتن ماهر اشار لنقطة اهم حاجه نقطه في النادي الاهلي وفي النادي الاهلي ده انت بتلعب بالشكل انت عايز شكل عشان توصل بيه لمرمى الخصم فانا عايز العب بشكل واسلوب برضو حاجه زي ديت اهم نقطه معلش انا اسف لا ما رضاش يقول على كهربا انه بيحتفظ بالكوره في التلت الوسطاني زي التلت القدامي زي التلت الخلفي يعني كهربا صاحب الكوره صاحب المهاره دي احنا عايزين المهاره دي في التلت المؤثر التلت الهجومي فالنهارده هيبقى فيه تعليمات من راجل المدير الفني ان يجيب الراجل ده ويقول له انا مش عايز الريتم ده في الحته دي مش عايز الريتم ده هو في الحته دي مش عايز الريتم ده هو في الحته دي انا عايز الريتم ده اللي انت اللي ربنا مديه لك المهاره دي التلت الاخير في التلت الاخير المؤثر بتقدر تساعد زمايلك في الدبل باص في ال 1 2 وبتقدر تساعد زمايلك في خلق المساحه بتقدر تساعد زمايلك في واحد ضد واحد يعني لازم يبقى لعيب متنوع وراجل ده لعيب منتخب مصر يعني لازم يبقى الجانب التكتيكي ده موجود عنده ويقراه بس النهارده لما اجيب حسين ياسر وراجل عالمي هو حسين ياسر عارف في التلت الهجومي ده هيعمل ايه فرصه واحد ضد واحد هو حسين لوحده هيفوت لما بتبقى مقفوله فيها مسدد دفاعيه هيعرف يضرب دبل باص ازاي مع ايمن منصور لما بيجيله على عيبها خارج ال 18 ما عندوش ضغط بيستوعب ازاي لما يحتاج انه يساعد زمايله في الباص هيساعد ازاي كل الحاجات دي بتبقى مفاتيح لعب تكتيكيه موجوده عند اللعيب يطلعها امتى وفي توقيتها امتى ده ساعات ما بنحسش بنجوم كتيره جدا من ولادنا واخد بالك يا بالمعاطي في الجزئيه دي الا قله النهارده بنتكلم كلنا على وليد في 18 فرقه بيرزوا كيلو وكيلو في كيلو في بيراميدز ده عملنا حاله وعملنا جمال وعملنا تشويق وعملنا اصحابنا بالظبط فاحنا محتاجين في كل فرقه اثنين ثلاثه زي حسين واثنين ثلاثه زي ايمن واثنين ثلاثه زي وليد واثنين ثلاثه زي كهربا عشان نحس كمان
بحلاوه الدوري بتاعنا وفي نفس الوقت يبقى الراجل بتاع المنتخب ده عنده اختيارات. النهارده مصر 104 مليون ما عندهاش راس حربه، مصر 104 مليون ما عندهاش اطراف، مصر 104 مليون ما عندهاش ديفندر، مصر ما عندهاش سبع العاب، ما عندهاش اثنين قلبي دفاع معقوله. ما اتكلمش على ناصر ماهر ولا احمد حمدي رغم المشاكل بتاعتهم الاخيره وعدم ادراكهم ان هم يلعبوا في النادي الاهلي بالظبط قبل مباراه مهمه في دوري الابطال الافريقي. لا هيترسوا دمهم، هيترسوا دمهم الفتره اللي جايه ديت وهيعرفوا. عارف اجمل حاجه يا كابتن دلوقتي اللي بقى فيه مكاشفه للعقوبه بالظبط، ما تجريش على لعيب ان انا فرصه، ان انا فرصه اقدر العب مع حسين، اقدر العب مع ايمن الخبرات دي وليد واستفاد منها، ابو تريكه لما كان موجود، المجموعه المميزه مؤمن لما موجود. امهر لاعب جه في تاريخ الاهلي، امهر لعيب صفر عبد الحليم، امهر لعيب كلاعب ملعب سبع العاب صفر عبد الحليم. لا امهر، امهر بصفه عامه يعني، امهر في ابو تريكه وفي بركات في مجموعته، والمجموعه ديت فيها انا شايف وليد وشايف في جيلك. لا احنا في جيلنا بقى يعني كان في عمالقه في الجزئيه دي يعني، كان في طاهر الشيخ وكان في صفت عبد الحليم وكان في كابتن محمد الخطيب طبعا، حمزه عبد الشافي، حمزه عبد الشافي، مختار طاهر ابو زيد. لا